فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمارات الساعة أو أشراط الساعة هي الحوادث التي تحدث قرب قيام الساعة، تحدث قرب قيام الساعة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأول علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بأصبعيه كريمتين، السبابة والوسطى. وهو عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، وتستمر العلامات إلى أن تقوم الساعة، لكن تختلف العلامات، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى متتابعة، وهي محل البحث الآن، العلامات الكبرى. نعم. قال وللبخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا سبق الحديث، سبق درس الماضي. نعم. قال: باب ملاحم الروم. ولمسلم عن يسير بن جابر أنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. نعم. باب ملاحم الروم، يعني الحروب، الملاحم هي الحروب. نعم. الروم هم بنو الأصفر. نعم. ولمسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا. هجيرا يعني ليس له عادة، هجيرا يعني عادة. نعم. إلا يا عبد الله بن مسعود، يبدو أنه في سقط. لعل فيه سقطا. قال: إلا يا عبد الله بن مسعود. ألا يا عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، كان هو القاضي والداعية في الكوفة، والأمير أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. نعم. جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. قال: ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة. نعم. ويكون عند ذلك القتال. نعم. ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة. نعم. فيشترط المسلمون شرطة للموت،
لا ترجع إلا غالبة. نعم، يعني كونون شرطة. نعم. فيقتتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لم يرى مثلها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. نعم، يعني هذا الحديث فيه ذكر ما يكون من الحرب بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان، وأنه في النهاية تكون الغلبة للمسلمين، في النهاية تكون الغلبة للمسلمين، وذلك في أرض الشام. نعم. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، يعني يقتلون، يقتل بنو الرجل، القبيلة أو الأسرة تقتل ولا يبقى إلا واحد. نعم. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ هذا يفسر أول الحديث، لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لأنهم يقتلون ولا يبقى إلا القليل. نعم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خالفهم، إن الدجال قد خالفهم أو خلفهم، أو خلفهم في ذراريهم. نعم. بينما المسلمون في الغزو قاتلون الروم وحصل لهم النصر، إذ جاءهم الصريخ، والصريخ هو الذي يحذرهم من شيء حصل، هو الذي يأتي نذيرا يخبرهم عن شيء حصل بعدهم، وهو هذا الشيء أنه خرج الدجال في قومهم، فيتركون الغزو ويرجعون إلى أهليهم لأجل مقابلة الدجال ودفع شره. والدجال هو رجل من اليهود، رجل من اليهود يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال، سمي الدجال المسيح الدجال من الدجل، وهو كثرة الكذب، لأنه كذاب كثير الكذب، معه فتنة عظيمة تغر كثير من الناس، ينخدعون به ولا يبقى إلا أهل الإيمان الصحيح يثبتون على دينهم حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وإلا يحصل على المسلمين فتنة من الدجال بما معه من الخوارق، معه خوارق شيطانية تؤثر على الجهال وضعاف الإيمان، يغترون به ويتبعونه والعياذ بالله، ولا يبقى إلا المؤمن القوي في إيمانه الثابت على دينه مع ما يتعرض له من الخطر، لكنه يثبت على دينه. ففتنة الدجال فتنة عظيمة. فبينما هم كذلك إذ نزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، حضر معهم صلاة الفجر وهم يصلون خلف إمامهم المهدي، حضر معهم صلاة الفجر، صلى معهم المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم يطلب الدجال، يطلبه حتى يجده فيقتله، يقتله شر قتله في باب لد، باب لد مكان من
من فلسطين يطلب الدجال حتى يجده في هذا المكان فيقتله، يستريح المسلمون من شره. نعم. فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة يعني فوارس. إذا جاءهم الصريخ وأخبرهم بظهور الدجال وأنه خلفهم يعني جاء بعدهم، تركوا ما بأيديهم وتركوا الغزو مع الروم ورجعوا إلى بلادهم ليدفعوا عنها شر الدجال. نعم. فيبعثون عشرة فوارس طليعة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. نعم، من المسلمين تطلعون أمر الدجال. نعم. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق مكان من الشام، أو دانق، دانق أيضا مكان من الشام. نعم. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون في قتالهم مع الروم، قسطنطينية عاصمة الترك. نعم. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خالفكم أو خلفكم. هذا مثل الحديث الذي قبله، بينما هم يقاتلون الروم ظفروا بالروم وأخذوا الغنائم، إذ جاءهم النذير في أن الدجال قد خرج في أهليهم. نعم. في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فيخرجون وذلك باطل. نعم. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فنزل عيسى بن مريم عليه السلام. بينما هم في كرب وشدة مع الدجال ويتهيئون لقتال الدجال وحزبه، عرضت صلاة الفجر. بينما هم كذلك نزل عيسى عليه السلام، والله جل وعلا أخبر أنه رفع عيسى إليه حيا، رفعه إليه حيا لما تآمر عليه اليهود يريدون قتله، رفعه الله من بينهم ولم يشعروا بذلك، وألقى شبهه على رجل من القوم ظنوا أنه المسيح فقتلوه وصلبوه، ونجى الله المسيح عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه حيا بروحه وبدنه، ثم في آخر الزمان ينزل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا إذا نزل، إذا نزل يؤمنون، ولا يبقى في الأرض إلا الإسلام، ما يبقى دينان في الأرض، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرج يأجوج وماجوج في آخر حياة عيسى بن مريم عليه السلام. هذه آفة أخرى تظهر على المسلمين، تخلصوا من الدجال وساد حكم المسلمين، انتشر الإسلام، وضعت الجزية، قتل الخنزير، صارت العبادة لله وحده. بينما هم كذلك ظهر عليهم جيش لا يطيقونه، وهم يأجوج ومأجوج. نعم. فنزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فأمهم،
فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذا رأى الدجال عيسى بن مريم عليه السلام خار ولم يستطع الحركة وذابت قواه. نعم. فلو تركه لن ذاب حتى يهلك. نعم. ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. عيسى بن مريم يقتل الدجال بيده مباشرة، فيريح الله المسلمين من الدجال ويتولى المسيح عليه السلام. نعم. عيسى بن مريم. نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعتم بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال: يغزون المسلمون، يغزون هذه البلد وأنها القسطنطينية، يغزونها ويكبرون الله تكبيره ويهللون ثم تسقط، كل ما كبروا وهللوا سقط جانب منها بدون قتال. نعم. قال ثور: لا أعلمه قال إلا الذي في البحر. أي نعم، يعني الجانب اللي في البحر منها يسقط بالتكبير. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ. هذا مثل الحديث الأول إلا أنه أوضح منه، لأنه أوضح منه، وأنهم ظفروا لعدوهم وانتصروا عليه بدون قتال بل بذكر الله عز وجل. فبينما هم بعد هذا النصر ويقسمون الغنائم جاءهم الخبر عن ظهور الدجال في أهليهم. نعم. إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. نعم، إلى أهليهم. قال: ولابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: إنكم ستقاتلون بني الأصفر، يعني الروم. نعم. ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. هذه البلد الذي بعضها في البر وبعضها في البحر هي القسطنطينية. نعم. فيصيبوا غنائم لم يصيبوا مثلها، مثل الرواية الأولى. نعم. حتى يقتسموا بالأترسة، فيأتي آت من كثرة المال يقتسمون، وما هو بالعد، بالحشي، بالأترسة، جمع ترس. نعم. فيأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. نعم. قال: ولأبي داود وغيره عن ذي مخمر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، يعني تجتمعون أنتم وياهم على قتال عدو للجميع. نعم. فتنصرون وتسلمون ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول، فرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم، فيجمعون للملحمة، فيأتون تحت 80 غاية، يجمعون فيجمعون للملحمة. نعم، للملحمة يعني القتال بينهم وبين هؤلاء الروم الذين نسبوا النصر إلى الصليب
نعم. فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. نعم. قال: وله وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حسنه الترمذي. يعني كلها تجتمع هذه الحوادث العظيمة في هذه الأشهر، 7 أشهر فقط، يعني مدة قصيرة. نعم. قال: ولأبي داود عن عبد الله بن بشر مرفوعا: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج الدجال في 7. نعم. قال: هذا أصح من حديث عيسى، يعني حديث معاذ. بين فتح المدينة يعني القسطنطينية. نعم. قال: وله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ. هذا من علامات الساعة، تداعي الأمم على المسلمين، تداعي الأمم، أمم أهل الأرض من الكفار يتداعون على المسلمين، يجتمعون على قتال المسلمين. هذا من علامات الساعة، والمسلمون في ذاك في هذا الوقت ضعفاء بسبب انشغالهم بالدنيا. نعم. مع كثرتهم، مع كثرتهم ضعفاء، لأن الكثرة لا تكفي إلا مع الإيمان، كثرة مع الإيمان، أما الكثرة بدون إيمان فإنها تكون قليلة. نعم. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمين يعني. نعم. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان العدو يهاب المسلمين، ثم في آخر الزمان العكس، تنزع المهابة، مهابة الكفار من المسلمين، تنزع من المسلمين، فيصير الذي يهاب هم المسلمون، يهابون الكفار، بدل أن كان الكفار يهابون المسلمين انعكست، صار المسلمون يهابون الكفار لضعف الإيمان، ذلك لضعف الإيمان عندهم. هذا من علامات الساعة، تخاذل المسلمين، انقسام المسلمين، دخول المذاهب الضالة على المسلمين، تفرق المسلمين إلى فرق مختلفة، كل هذا يضعف المسلمين. نعم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يعني. نعم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب، إذا أحب المسلمون الدنيا وكرهوا الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، عند ذلك يحدث هذا الذل الذي يضعه الله فيهم. نعم. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أنا الذي أكون أنجو. وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فتنة ظهور هذا الجبل من الذهب، إذا حسر ماء الفرات تقاتلون عليه، هذا من انشغالهم بالدنيا والطمع، وهذا هو الذي أذلهم أمام عدوهم، قاتلون بينهم، المسلمين يتقاتلون بينهم، كل يريد أخذ هذا الذهب، فتنة. نعم. قال: وله عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. يعني البخل، إذا حصل البخل بالمال حصلت المصيبة. نعم. وعدتم من حيث بدأتم، يعني تعودون أذلة، مثل ما كنتم
قبل الإسلام. نعم. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. نعم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يعني الراوي يقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأنه سمعه منه. شهد لحم أبي هريرة ودمه على هذا، إما بتأكيد الرواية. نعم. قال وله عن المستورد القرشي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. نعم، يعني إن الروم فيهم صفات طيبة، فيهم صفات طيبة مع كفرهم، مع كفرهم، لكن فيهم صفات طيبة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ومنهم من إذا سمع ما أنزل إلى الرسول فإنه يبكي ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنصارى أكثر إسلاما، أكثر دخولا في الإسلام من غيرهم، وأكثر رأفة ورحمة وإن كانوا كفارا. أما اليهود قبحهم الله، فهم أشد الناس عداوة مع المشركين. شوف، مع المشركين عباد الأوثان، مع أنهم أهل الكتاب، مع أنهم أهل الكتاب، لكن ما نفعهم كتابهم، صاروا مثل عبدة الأوثان. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، شاركون عبدة الأصنام مع أنهم أهل الكتاب، ولم ينفعهم كتابهم لما لم يعملوا به. نعم. قال رحمه الله الذي يسلم من النصارى أكثر من الذي يسلم من اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه على أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقالت لي نفسي إيتهم فاقعد بينهم وبينه لا يغتالونه، ثم قلت لعله نجي معهم، يعني تحدثون. نعم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. نعم. قال وله عن أبي هريرة رضي نعم الله عنه. هذا الحديث فيه البشارة للمسلمين أن الله ينصرهم ويفتح عليهم في آخر الزمان، يعني ما ييأس المسلمون مع كثرة الفتن والكروبات والشدائد، إلا أن هذا الدين يبقى، ويبقى له أهل يتمسكون به، وينصرهم الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم، هذا من علامات الساعة، خروج هذا الرجل أنه يتسلط على الناس بسلطانه
هذا أيضا من علامات الساعة. وقحطان هي القبيلة المعروفة، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين، قحطانية وعدنانية، قحطانية وعدنانية. نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجه. الجهجه، نعم، هذا اسم الرجل الذي من قحطان اسمه الجهجه. نعم، الجهجه، ومن علامات الساعة. نعم. قال: وله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة، يعني الترك، قاتل العرب الترك. نعم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. نعم، يعني من المغرب والله أعلم. نعم. وفي لفظ: تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. المجن، المجان جمع مجن، وهو ما يتخذه المقاتل سترة دونه ودون سلاح العدو. نعم. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنوف. يا ولا، صفة الروم والله أعلم. نعم. صفة الترك. نعم. وفي لفظ: يقاتل المسلمون الترك. ترك، نعم، هذه تفسر الكلام السابق. نعم، أن المراد بهم الترك. نعم. يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. نعم. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. صارت الصفتان للترك، هم اللي يلبسون الشعر وينتعلون الشعر، ووجوههم كالمجان المطرقة، صغار الأعين إلى آخره. نعم. وفي لفظ: حمر الوجوه صغار الأعين. نعم. قال: ولأبي داود عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقاتلكم قوم صغار الأعين، يعني الترك، يعني الترك. نعم. قال: تسوقونهم 3 مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالثة فيصطلمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يهلكون. نعم. وله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. نعم. وفي لفظ: من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها 3 فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، يعني يتركون الجهاد. نعم. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يأخذون لأنفسهم يتركون الجهاد في مقابل أنهم يأمنون على أنفسهم. وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلونهم، هذه الفرقة الثالثة التي تقاتل هؤلاء. نعم. من المسلمين، وهم الشهداء. نعم. وفي لفظ أحمد بعد الفرقة الأولى: وأما فرقة فتأخذ على نفسها وكفرت، فهذه وتلك سواء. وقال في الثالثة: ويفتح الله على بقيتها. نعم. قال: وللبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب رفع من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. صححه عبد الحق. نعم، في
فيه فضل الشام وأنها في آخر الزمان تكون هي مقر الإسلام. نعم. قال ولي أبي داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. والغوطة يزال اسمها موجود الآن، يسمونها غوطة دمشق. نعم. ولابن أبي شيبة عن أبي ولا أبي؟ عن أبي الله. نعم. أبي. نعم. عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. يعني يتحصنون بهذه الأشياء، الشام في بيت المقدس، في الطور مع عيسى بن مريم عليه السلام، حرز عبادي إلى الطور، ينحصرون في الطور من يأجوج ومأجوج، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج بالمرض والوباء، ثم يخرج المسلمون من حصارهم فرحين. نعم. أحسن الله إليكم. في نسخة تقول عن أبي الزاهرية. نعم. ولابن أبي شيبة عن أبي الزاهرية بدل أبي هريرة. لا، كان مكتوب أبي عندنا فقط. كان مكتوب عندنا ولابن أبي شيبة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نسخة عن أبي الزاهرية. يعني سابقا. نعم. كلمة كلمة. نعم. قال: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. نعم. قال ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله به الدين. نعم. قال ولمسلم عن حذيفة بن أسيد أنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. وفي رواية: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس. وفي رواية: تسوقهم إلى الشام، لأن أرض المحشر هي الشام الساهرة. نعم. وفي رواية له: وريح تلقي الناس في البحر بدل نزول عيسى. نعم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. نعم. وله عن معقل بن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، يعني يكون الإنسان يشتغل بالعبادة في الهرج، يعني وقت الفتن. الهرج هو الفتن بين المسلمين، اللي تجنبها ويشتغل بالعبادة يكون كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل العمل الصالح في وقت الفتن، أن الإنسان لا يدخل فيها، يشتغل بالعبادة. نعم. وله عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. نعم. هذه الآيات الكبار الثلاث ينتهي قبول الإيمان والتوبة، فلا يقبل التوبة ولا ينفع الإيمان الذي يأتي بعدها. لم تكن آمنت من قبل،
أما إذا ما آمنت إلا بعد طلوع الشمس مغربها ما ينفع هذا ولا يقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي سبحانه في الفصل بين العباد إتيانا يليق بجلاله سبحانه، أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه هي طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنه يغلق باب التوبة. إذا ظهرت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. ظهرت الدابة، الدابة تسم الناس، تكتب على المسلم مسلم، تكتب على الكافر كافر، ولا يتوب من الكفار أحد ولا تقبل توبته حينئذ. نعم، فيتبايع المسلم والكافر، يقول المسلم يا كافر ويقول الكافر يا مسلم. نعم. وله عن أبي زرعة، وذكر قول مروان عن الآيات أولها خروج الدجال. قال وله عن أبي زرعة وذكر يعني الآيات الكبار أولها خروجا الدجال. نعم. وذكر قول مروان عن الآيات أولها خروجا الدجال، فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. عبد الله بن عمرو. نعم. حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا. نعم. وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. نعم. خروج الدابة، خروج الشمس من مغربها، هاتان الآيتان إذا وقعتا انتهى قبول التوبة وانتهى قبول الإيمان. نعم. قال وللترمذي عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وقال حسن صحيح. نعم، هذا يوافق ما سبق إنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. باب من أشراط الساعة الدخان. قال وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة دخانا ملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض 40 يوما. هذا الدخان الذي يأخر في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة. نعم. والدخان المذكور في سورة الدخان والله أعلم أنه ما أصاب قريشا من الجدب حتى ينظروا إلى السماء كأن بينهم وبينها دخان من شدة الجدب. نعم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نعم. أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام من هذا الدخان اللي يحدث في آخر الزمان ولا يضره. نعم. وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من أنفه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره. يؤثر على الكفار ولا يؤثر على المؤمنين، لكن يصيبهم شيء مثل الزكام خفيف. نعم. قال ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. في آخر الزمان والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، لو توجهون كلمة لإخواننا في الشام نسأل الله أن يلطف بهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في الشام وفي غيره، لكن في الشام أشد كربة، ولا بد أن تنفرج بإذن الله. أعلم أن الفرج مع الكرب، فالله جل وعلا يفرج للمسلمين كما وعد بذلك، أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك من يشكك في خروج الدجال، ومن شبهه أي المشكك أن القسطنطينية قد فتحت، وهذه يعاد فتحها. يا أخي يعاد فتحها، فتحت في الأول وستعود للكفار وسيعاد فتحها في آخر الزمان. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يعني ما عندي شبهة إلا هذا، شبهة تافهة. نعم، يقولون الدجال عبارة عن ظهور الكفر، ظهور هذا الدجال، ولا ما في دجال آدمي شخص؟ يحكمون عقولهم والعياذ بالله، يحكمون عقولهم، يكذبون النصوص الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقولون ما في نزول المسيح، هذا ما هو معناه أن المسيح ينزل، معناه أنه يظهر الحق، يظهر الحق وينتصر، هذا نزول المسيح. نعم، يعني يكذبون بالأدلة والنصوص. نعم، وهذا سائل يقول: تتشابه صفات الترك والمغول مع صفات يأجوج ومأجوج كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هم من نسل واحد؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم، هم من بنو آدم. نعم، وهذا سائل يقول: أسرة فقيرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتعففون عن السؤال، فما حكم دفع الزكاة لهم؟ الزكاة لا تدفع لهم، ولكن ندفع لهم التبرعات وصدقات التطوع. الباب واسع ولله الحمد، ما هو محصور على الزكاة، باب الخير واسع. نعم، مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.